اوكي، نيجي لتكمل الدرس الثيرد كونديشنال اللي هو الانلس. الانلس تيجي عندنا بمعنى اف نوت. كيف يعني؟ يعني لما نيجي نعطي النيجاتيف فورم للاف، تمام، يعني بدل ما نحكي اف نوت بنحط مكانها الانلس، تمام، توضع لغرض النفي وتوضع اذا اردنا ان ننفي الشرط بمعنى اذا لم. خلينا نشوف الاكزامبلز اللي عندنا. If you don't study you will fail the exam. بنلاحظ الجملة عندنا if وعندنا don't. اذا صيغة النفي عندي بالجملة اللي هي if زائد don't. بما اني بدي استبدلها بالunless، شوف كيف بدها تصير. بتصير unless you study you will fail the exam. يعني احنا شلنا الاف وشلنا الdon't، حطينا بدالها unless في أول الجملة، وطبعاً بعدين نزلنا الضمير وكملنا باقي الجملة زي ما هي. زي ما بنلاحظ إنه إحنا if زائد don't شلناها واستبدلناها بال unless. شوف كمان example. If they don't work hard they will not finish the work. زي ما بنلاحظ عندي صيغة النفي في الجملة اللي هي if plus don't، تمام، لما بدي استبدلها بالunless بتصير كالتالي. بتصير unless they work hard they will not finish the work. شلنا الاف زائد don't، تمام، استبدلناها بالunless، نزلنا باقي الجملة زي ما هي. اذا بتلاحظ في عندك homework لازم تحله، ولكن الهومورك السؤال هون بيحكي write the correct answer. بدك تستخدم، بدك تعرف انه هل هو if او unless. طبعا شو بدك تعمل في هاي الحالة؟ بدك تقرأ الجملة من الاول لعند النقطة، تمام، افهم معناها علشان تعرف تشوف او تعرف شو بدك تحط سواء if او unless، تمام. good luck.